ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الثانية من كورس التحاليل الطبية للمبتدئين. كلنا لما بنيجي ندخل المعمل بنلاقي تيوبس ليها ألوان أو ليها غطيان كتيرة، وما بنبقاش عارفين التيوب دي أحيانا لما طبعا في البدايات ما بنبقاش عارفين نستخدمها إزاي وإيه المواد الموجودة فيها. ممكن أحيانا بنبقى عارفين ان دي هنستعملها للسي بي سي، بس احنا مش فاهمين الميكانيزم اوف اكشن بتاع كل تيوب وكل ماده موجوده في كل تيوب وبتستخدمها في ايه والميكانيزم اوف اكشن بتاعها ايه وليه بنستخدمها في التحديد ده. النهارده هنتعرف على كل انبوبه على حده وايه الماده اللي موجوده في كل انبوبه وايه التحاليل اللي بتستخدم ليها. طبعا احنا عندنا كذا لون او كذا غطاء، وده وورلد وايد بتستعمل، يعني مش بتستعمل بس في مصر وبس، لكن هنلاقيها في دول اوروبا بنفس الكيفية وفي كل انحاء العالم بنفس الالوان وبنفس الكيفية وبنفس الاستخدامات. طبعا بيكون الانبوبة بيبقى محطوط عليها شرطة سمرة كده، الشرطة السمرة ده بيقول كمية البلاد المفروض تتاخد لغاية الشرطة السمرة ده هي. لما نيجي نسحب العميينة بنفضيها في الأنبوبة لغاية الشرطة السمراء، دايما ناخد بالنا من الموضوع ده لأن الكمية اللي بتبقى في الأنبوبة هي ملائمة للكمية اللي عليها الجريد دي. طبعا النهاردة هنتكلم على الأنتي كوأجيولانس والانابيب اللي بتستعمل بنستعملها للسيرم. طبعا الانبوبة السيرم يعني بنسيب الانبوب البلوت لما بنيجي نسحبه بنسيبه يتجلط عشان ناخد السيرم ده نبدأ نشتغل عليه في المعمل، وخاصة لقراءة الانزيمات. تمام، في بعض التحاليل المهمة اللي احنا بنستعملها لازم نستعمل فيها الوول بلاد، يعني لازم يكون البلاد في صورة غير متخثرة. طيب طبعا لازم عشان البلاد لو سيبناه كده بيبقى طبعا بيتجلط، يبقى لازم بنحط مادة مانعة للتجلط، ودي الموجودة في كل أنبوبة من الأنابيب دي على حدة. في أنابيب مانعة أو مواد مانعة للتجلط في كل أنبوبة على حدة. هنتكلم على كل أنبوبة على حدة بالتفصيل وإيه المادة اللي موجودة في كل أنبوبة بتخليها تمنع التجلط، وهنتكلم عن ميكانيزم اوف اكشن طريقة منعها للتجلط واليوز بتستخدم فيه. أول مادة هنتكلم عليها هي الإيديتا أو إيثايلين ديامين تترا أسيتيك أسيد. تمام، طبعا هي بتحتوي على مجموعة أسيتيك أسيد وكمان اسيلين ديامين، اوكي، او ان اتش. اوكي، طيب اول حاجه الاديتر، ودي بنسمعها كتير واحيانا نقول يعني بنلاقي في المعمل حد يقول لك حط في الانبوبه الموف، بس ليه الانبوبه الموف وليه وايه الماده الاديتر دي؟ هنتعرف على الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. تاني ماده صوديوم سيترين، تالت ماده صوديوم فلورايد، رابع ماده هي الهيبرين. اول حاجه الايديتا او الايثايلين ديامين تترا اسيتيك اسيد، الميكانيزم اوف اكشن هي طبعا انبوبه بيكون لونها موف. تمام، هي وظيفتها الماده المانعه للتجلط دي ان هي بترتبط مع الكالسيوم ايون طبعا، وده فاكتورز من عوامل التجلط بتاع الدم، تقوم جايه مرتبطه بيه بصوره irreversible يعني عكسيه. اوكي، وتكون لي ايه؟ insoluble salts، مركب او ملح غير زائل، فبالتالي البلاط بيتنيه في صورة او في الوضع السائل. تمام، طيب احنا بنستخدم السي بي سي او بنستخدم الانبوبة الموف او التيوب اللي هو اللون موف ده لايه؟ لثلاث تحاليل مهمة جدا، السي بي سي، البلاط جروب، والار اتش. تمام، تاني مادة هي الصوديوم سيتريت. الصوديوم سيتريت دي طبعا هي مادة مانعة للتجلط، هي تاني مادة مانعة للتجلط، وهي وظيفتها ان هي بتحول لي الايونات الكالسيوم او الكالسيوم ايونايزد الموجود في البلاط الى صورة ان ايونايزد سوليبل كومبلكس، يعني بتحولها لمركب غير ذائب ولكن ان ايونايزد.
لما يكون unionized معناه ان هو weaker، يعني في صورة ضعيفة عن الإيديتا، لأن الإيديتا بتكون مركب insoluble. اوكي، انما ده ionized يعني سهل ان هو يرجع تاني او يحصل له converted تاني. تمام. طيب بنستعمل الصوديوم سيتريت في ايه؟ في تحاليل مهمة جدا، هي تحاليل ESR test او الإريثروسايت سيدمنتيشن ريت اللي هي زي الأنابيب السوداء الطويلة دهيا، والبروثرومبين تايم والبي تي تي. تمام، البي تي اللي هو البروثرومبين تايم. اوكي، طيب بعد كده تالت مادة مانعة للتجلط هي الصوديوم فلورايد. الصوديوم فلورايد هو مادة مانعة للتجلط، ولكن هي very weak. اوكي، ليه هي very weak؟ لانها بتكون مركب ضعيف جدا، بترتبط برضو بالكالسيوم وبتكون مركب ضعيف dissociate calcium complex، واحيانا بترتبط مع الاوكزاليت او البوتاسيوم اوكزاليت، يعني هي لا اما ترتبط مع الكالسيوم وتكون لي كالسيوم كومبلكس، او بترتبط مع البوتاسيوم اوكزاليت وبتعمل او بتمنع تكوين الجلطه. طيب اوكي، طبعا هي ليها دور مهم جدا، عشان كده احنا بنستخدم الماده دي بالذات في تحليل السكر. ليه بقى؟ لانها بتمنع الجلايكولايسيس، فبالتالي ان بريفنت الجلوكوز او بتحفظ الجلوكوز لمده اب تو 3 دايز. يعني احنا لو جينا واحد عايز يحلل سكر، بيفضل ان هو يتسحب على ايه؟ على الصوديوم فلورايد، خاصه الاتش بي سي 1 اللي هو السكر التراكمي، لانه هو بيحفظ لنا الجلوكوز من غير ما يحصل له ديجراديشن لمده 3 ايام. طبعا هو mainly used for glucose detriment. ولكن هنا في حاجة مهمة لازم نعرفها، ان هي مادة شديدة السمية، فاحنا ما نتعرضش ليها خالص. لو حصلت كسرة الانبوبة او كده لازم يبقى في precautions فظيعة. رابع مادة مانعة للتجلط هو مادة الهيبارين. الهيبارين له دور مهم جدا، ان هو بيمنع الاكشن بتاع الفيبرينوجين ان هو يتحول لفيبرين، وطبعا ده جزء من الكلوتينج فاكتورز. او الكلوتينج فاكتورز احنا عارفين ان في كذا اكتر من كلوتينج فاكتورز موجودين في البلاد. ده بقى بيرتبط او بيسهل الاكشن بتاع الانتي ثرومبين 3، فبالتالي بيعمل انهبت الاكتيف فاكتورز اللي هو الفاكتورز 5 وفاكتور 7 و9. اوكي، وبالتالي بيعمل تحويل للفيبرينوجين لفيبرين، وكمان بيعمل انهبت للثرومبين فورميشن، فبالتالي بيمنع التجلط. طبعا بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في البلاد جازز. تمام، و كمان ان هو not recommended ان احنا نعمل بيه سي بي سي خالص، ما ينفعش ان احنا نستخدمه للسي بي سي. ليه؟ لانه بيعمل وايت بي سي كلامبينج، يعني بيخلي الوايت بي سيز تتجمع على بعضها وتعمل زي يعني بترتبط على بعضها، فبالتالي ما بينفعش تتعد. وكمان بتعمل بلوش باك جراند للبلاد، الار بي سيز بتبقى ظهريتها كده لونها مزرق، وكمان بتاثر على البليتلس، بتعمل لها اجريجريشن. اوكي، دول الاربع مواد انتي كواجولانت. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، ولو عجبتكم اعملوا لايك وسبسكرايبنج واعملوا شير، ساعد تساعد. ان شاء الله في باقي الحلقات نكمل، ان شاء الله في باقي الحلقات، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده. شكرا.